سلمى فيلم كوميديا ودراما انتاج 2024 مدة الفيلم ساعة واربعين دقيقة يصلح للمشاهدات العائلية متوفر للمشاهدة. الفيلم شارك بعدة مهرجانات. قصة الفيلم: أرملة تبلغ من العمر 93 عاما تعيش بشكل مستقل بعد وفاة زوجها، تقع ضحية لعملية احتيال هاتفية تخسر فيها مبلغا من المال، ترفض أن تكون ضحية وبدافع الرغبة في تحقيق العدالة والحفاظ على استقلاليتها تقرر أن تبدأ مهمة مرحة ومؤثرة لاستعادة أموالها. العنوان العريض للفيلم: رحلة ساحرة ومؤثرة. السيناريو والحوار: السيناريو ذكي وممتع ويجمع بين الكوميديا والدراما بشكل متناغم، يتميز بأسلوب سرد سلس وممتع حيث يتنقل بين الأحداث بسهولة. يتبع السيناريو بناء تقليدي، يتم تقديم الشخصية الرئيسية وحياتها اليومية بالإضافة إلى تقديم الصراع الرئيسي الذي تواجهه وهو عملية النصب التي تعرضت لها، وتتطور الأحداث ويزداد الصراع تعقيدا مع قيامها بمحاولة استعادة أموالها، وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما تواجه أكبر تحدي لها. حبكة الفيلم البسيطة تخفي العديد من القضايا المعقدة، يعكس الصراع بين ثلمة وأبنائها، الصراع بين الأجيال، وتباين وجهات النظر حول الحياة والمسؤولية. تسلط الحبكة الضوء على أهمية الاستقلال الذاتي وكيفية الحفاظ عليها في ظل التحديات التي تواجه كبار السن. تثير أيضا تساؤلات حول مفهوم العدالة والانتقام، وهل من المبرر اللجوء إلى الانتقام لتحقيق العدالة؟ الإخراج والتصوير والإضاءة: الإخراج تقليدي ولكن ليس استثنائيا، تمكن المخرج من نقل القصة بشكل واضح ومباشر، ولكن الفيلم افتقر إلى اللمسات الإخراجية المبتكرة. الديكوباج تميز بالبساطة والفاعلية في نقل القصة، استخدم المخرج لقطات مقربة للوجه لإظهار تعبيرات الشخصيات ولقطات واسعة لإظهار المكان، كما اعتمد على لقطات متوسطة لإظهار التفاعلات بين الشخصيات. اعتمد المخرج مع مدير التصوير بشكل كبير على الحركة السلسة للكاميرا مثل الحركة البانورامية والزوم لإضفاء ديناميكية على المشاهد، وأيضا في بعض المشاهد تم استخدام حركة كاميرا متقطعة لإضفاء الإثارة أو التوتر. جودة التصوير جيدة ولكنها لم تكن استثنائية، مع استخدام الإضاءة الطبيعية بشكل كبير مما أضاف واقعية. المونتاج سلس وإيقاع مناسب للفيلم. الموسيقى ساعدت على ربط المشاهد ببعضها البعض وخلق شعور بالترابط بين الأحداث المختلفة. تميزت الألحان المستخدمة بالبساطة والفاعلية في نقل المشاعر. الديكور واقعي، تمكن فريق الديكور من خلق أجواء مناسبة للقصة والشخصيات، ولكن الديكور لم يضيف الكثير من الابتكار إلى الفيلم. الممثلين: قدمت بطلة الفيلم أداء رائعا ومقنعا حيث تمكنت من نقل تعقيدات الشخصية وتطورها على مدار الأحداث، وقدم الممثلون الآخرون أداء جيدا بشكل عام وساهموا في إضفاء الواقعية على الشخصيات. في الختام، على الرغم من مسيرتها المهنية الطويلة والناجحة، لم تتح الفرصة لجيون سكويب للتألق كبطلة رئيسية. لحسن الحظ يتغير هذا الأمر مع فيلم ثلمة، وللعلم البطلة تبلغ من العمر 94 عاما، وهذه دعوة للتأمل لأدائها. فيلم ساحر ومؤثر يحتفي بموهبتها وقوة الصمود الإنسانية. تلعب سكويب دور ثلمة وهي أرملة تعيش بشكل مستقل بعد وفاة زوجها. تقلبها سكويب إلى الحياة بمزيج مثالي من الشراسة والفكاهة والضعف. إنها ليست نمطية ولكنها شخصية حقيقية ذات إرادة قوية ورفض للانصياع لعمرها، ومع ذلك فإن الفيلم ليس خاليا من العيوب، في حين أن الفكاهة المحيطة بصراعات ثلمة التكنولوجية ومحاولتها لأداء دور البطلة الخارقة ممتع، إلا أنه يمكن أن نشعر بالملل في بعض الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، الحبكات الفرعية التي تتضمن عائلة ثلمة غير مكتملة. على الرغم من هذه العيوب البسيطة، فإن الفيلم ممتع، يقدم قصة مؤثرة حول الاعتماد على الذات وأهمية الحفاظ على الشباب في القلب. أداء سكويب الآسر هو جوهر الفيلم وروحه، ويذكرنا بأن العمر مجرد رقم، وأن الحياة يمكن أن تكون مليئة بالمغامرات غير متوقعة في أي مرحلة. تقييم للفيلم 7.5/10.